السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن جامعة يشار الخاصة، يشار يونيفرسيتي. محتويات: نبذة عن الجامعة وموقعها، التخصصات المتوفرة، الأقساط الدراسية، كيفية التقديم. نبذة عن الجامعة: جامعة أهلية خاصة، الجامعة تقع في محافظة أزمير. الحلو موقع الجامعة، يعني حسب ما شفت في وسط المدينة على طريق المترو اللي يروح إلى جامعة إيجا المعروفة في أزمير. هاي نقطة. وأزمير هي غنية عن التعريف كمحافظة سياحية، أغلى من هواي محافظات. التخصصات المتوفرة: نجي أول شيء البكالوريوس، أكو بالإنجليزي، هاي التخصصات كلهن إنجليزي. هذا اني تقريبا ما أعرف كم تخصص، وقف الفيديو وشوفهن ذني قفوا الإنجليزي. هاي بكالوريوس. نجي على اكو اقسام عندهم بكالوريوس بس اللغة دمج، يعني بلغتين يعني. انجليزي وتركي خبط مخبوطة يعني. هذني عندك هذني الحلو انه اكو هذا قسم الانيميشن، الفيلم ديزاين، الجرافيك ديزاين، اندستريال ديزاين، ميوزك، ترانسليشن اند انتربريتيشن، وقانون. خلصنا من البكالوريوس، نجي على الماستر. الماستر هاي التخصصات الموجودة كل انجليزي، بس هذا اللي بالاحمر هذا تركي، تخصص اللي هو انترناشنال تريد اند فاينانس، تجارة دولية ومالية هي شيء. بقية التخصصات كلها انجليزي 100%، معماري، اتصالات، كهرباء، تصميم داخلي، رياضيات، فنون وتصميم، هيج امور يعني. اكو هندسات، اكو انسانيات، انجلش لانجويج اند ليترشر. اوكي هذني ماستر بالانجليزي وبس هذا التخصص تركي. نجي على الدكتوراه، لا هي كلهن 6 اقسام وستتهم بالانجليزي: اداره اعمال، كهرباء، صناعيه، بروفيشنسي ان ارت، فاينانس، وحاسبات. هاي خلصنا منها. نجي على الاقساط الدراسيه. القسط اول شيء نجي في حال الطالب دخل يم الجامعه سنه تحضيريه اللي هي البريباراتوري سكول، فراح تكون تحتاج 95 ورقة بالسنة. اوكي خلنا نخلي الاسعار هسه رسميا بعدين نحكي على الخصم. البكالوريوس كل الاقسام بالسنة 95 ورقة. الماستر برنامج كامل دفتر 10,000 دولار. الدكتوراه برنامج كامل 12,000 دولار. انتبه، البكالوريوس للسنة هاي بقصد، الماستر كامل وهنا الدكتوراه كامل. ملاحظات حسب الموجود بالموقع مال الجامعة، عندهم سكولرشيب مال انترناشنال ستودنت، ذاكرين انه اذا عندك توفل او اذا كان لديك اول شيء خلينا نحكي، اذا عندك توفل او تنجح في اختبار اللغه الخاص بالجامعه، انت هاي السنه التحضيريه رقم واحد ما تحتاج تدفع فلوسها ولا تضيع وقتها. خلص انت قبل تدخل، عندك توفل قبل تدخل اكاديمي او تمتحن يومهم وتنجح قبل تدخل اكاديمي، فهاي السنه التحضيريه مو شرط اساسي. ثانيا نجي على الموضوع الخصم اللي قلت لكم بيه. الجامعة قايلة انه حسب المعدل الموجود، حسب الدرجات وحسب الكوتات اللي عندهم، يعني هم محددين مثلا القسم الفلاني نمطيها لقد خصم. الخصومات مالتهم تبدي من 25% الى 100%. اني برأيي الشخصي الجامعة ما اتوقعها تنطي 100%، ما اعرف فيش فت حدث يعني الا اذا شخص درجاته فول. أكثر شيء إذا تنطي 25% ممكن 50%، بس ما أتوقع يعني. على الأغلب إذا أنطت تنطي 25%، وأتوقع الكل يحصل هاي 25. ننتهي من هذا موضوع الأقساط. نجي على شروط اللغة قبل لا أدخل على التفاصيل. بالبكالوريوس لازم تعرف أنت كل مرحلة دراسية لها امتحانات معترف بها. بالبكالوريوس يطلبون إما شهادة توفل 65 او الامتحان الخاص بالجامعة ايضا 65، عدا قسم اداب انجليزي لا بالتوفل طالبين 75. الماستر شوف هسه البكالوريوس فقط توفل امتحان الجامعة، الماستر لا، توفل 72، بي تي اي يعترفون ب 55، والامتحان الخاص بالجامعة 65 ايضا عدا اداب انجليزي لا يطلبون 78. الدكتوراه ما يعترفون بامتحان الخاص بالجامعة، فقط توفل او بي تي اي. الحلو بالدكتوراه يعني التخصصات الإنسانية طالبين بالتوفل 66 والبي تي اي 50،
يعني أشوفها درجة حلوة، والتخصصات العلمية طالبين توفل 72 أو بي تي إي 55. للي يسأل على نموذج الجامعة راح يكون موجود أسفل الرابط مع الفيديو، إذا أريد يجي يشوفه هذا السامبل مالتهم راح تلقاه قدامك، فأنت شوف نفسك يعني إنه هالشي تقدر تمتحنه أو ما تقدر تمتحنه. هذا قدامك الرابط كله، هذا نموذج الامتحان، وهو بالأحرى خلينا نشوف من البداية. هذا يعني عندك نرجع أي عندك هذا يعني ريكوردات هم تقدر تحملها وتدخل أنت فلات سامبل سبيكينج والسامبلات كلها، تجي تدوس على واحد واحد من عندهم، هذا النموذج هذا النيد تدوس عليهم راح تشوفه أنت يطلع لك. ننتقل موضوع اللغة خلصنا منه. الأوراق المطلوبة للتقديم صور شخصية، جواز سفر، شهادة الدرجات، يعني شهادة الدرجات أكيد أبو البكالوريوس إعدادية، أبو الماستر مطلوب منه فقط شهادة الكلية، أبو الدكتوراه مطلوب منه الكلية والماستر، وأتوقع الشهادة الجدارية هم موجودة، رسائل توصية أكو بعض الأقسام طالبيها، شهادة لغة مثل ما شرحناها بالتوفل. وبالنسبة للبكالوريوس الأقسام التركية أكيد يعني يحتاجون تومر. بالنسبة للدراسات العليا، مو البكالوريوس فقط، دراسات العليا التخصصات العلمية طالبين GRE. طبعا أكو جامعات تطلب GRE شكليا بس فعليا هي مو شرط أساسي، يعني ممكن تقبلك بدونه، فهي أكيد يعني ما أعرف من هذا النوع أو لا. يعني الأهليات غالبا ما يطلبون عدا بلكن صبونجي وكوج، أغلبهم ما يطلبون GRE، أو إذا يكون مطلوب فشي شكلي. بعض التخصصات وليس الكل بالدراسات العليا تطلب معدل كحد أقصى 65%، أغلبهم شفتهن هنا 2.3، فأنت خلي بالك إذا تشوف المعدل 2.5 من 4 يعني 65، تشوفه 2.3 تقريبا 60 أو هيك شيء. التقديم طبعا راح يبقى مستمر إلى حد يوم 1/9 حسب الموقع، بس يفضل تقدم من وقت على مود من تقدم يدزوا لك قبول، تقدر انت تخاطبهم وتشوف عندك نقص عندك شيء تلحق، يعني تلحق على الامتحان بلكت مالتهم مال اللغة. كيفية التقديم طبعا الرابط راح يكون اسفل الفيديو مثل ما علمناكم، من الطوب راح تلقى قدامك هيك شيء، هذا الرابط. اوكي شو تسوي انت بقى؟ طبعا عجبني كلش مرتب مالتهم، تجي اول شيء على اليسرى هاي الخانة هنا تختار تريد بكالوريوس لو ماستر لو بي اتش دي لو شورت ديوريشن، ما اعرف شو قصدون يمكن هذا، فعلى سبيل المثال خلينا نقول انت تريد ماستر، تجي هنا تختار ماستر، يقول لك اللغه الدراسيه شو تريدها، انجليزي لو تركي لو المشترك انجليزي وتركي، فانت تختار انجليزي وتجي عليه تقول له فايند بروجرام، شو راح يسوي؟ راح يطلع لك شوف الريزولت، يقول لك ماستر باللغه الانجليزيه عندنا 15 برنامج، تجي انت تقلبهن هاي البرامج كلها قدامك. فمثلا تجي هنا انت اكو اثنين يعني خافك بعد تخصصات، على سبيل المثال عجبني الماثماتكس هذا قدامك عجبني، اجي هنا قباله اقول له apply now. طبعا انا بسوي تقديم جديد جربته هناك، هذا الماثماتيك بروفايل، أنا طبعا هاي مقدم قبل، تجي هنا تقديم جدا روتيني، معلومات روتينية تمليها كلها، تكمل كونتاكت، هذا الكونتاكت كله قدامك هم تملي معلومات روتينية، education، هاي تختار انت الدرجة مالتك البلد، يعني معلومات كلش بسيطة، language، تجي هنا انت تختار انت native language اللي هي يعني لغتك الأم، تختار عربك هنا، إذا عندك لغة إنجليزية اذكرها، وإذا مستواك متوسط اذكر متوسط، عندك امتحان مثل توفل وغيره نزلهن، ما عندك عوفة عفوا. هنا الامبلويمنت إذا عندك وظيفة تقدر تذكرهن، يعني أنت وين موظف شنو وضعك، فعاليات إذا عندك ريزيدنس، الإقامة مالتك please enter here if you have stayed at project and various for example as a foreign student working traveling and do not include
زين هاي residence references. هذا هنا تجي انتبه لي عليها، تكتب اسم الاستاذ مالتك، يعني مو الا ورقة، تكتب هنا اسم الاستاذ وتكتب هنا ايميله، وراها تقول له ask for a reference، تجي على documents هنا تبدي تحمل ايش عندك وثائق تحملها، click to select document، اي هاي اي وثيقة عندك هنا تجي انت تقعد تحمل وثائق مالتك كلها منها. Please carefully study the requirements in the checklist. You will need to scan them into a computer. هنا أنا كل شيء حمل. يعني تجي أنت مثلاً على سبيل المثال تحمل هاي. زين. هسه هاي شوف واحدة. ها هاي فاتتني قبل شوية. اثنين. يعني هنا ايش تجي تحمل، انتبه هنا كلش مهمة هاي العملية فاتتني قبل شوية، تجي تدوس هنا على هذا السهم تحمل كل الشهادات المطلوبة عندك، توفل عندك جي ار اي عندك اي شيء، هنا تجي تحملهن واحد واحد، تقول له سيف. الموتيفيشن هنا شوية مزعجة هاي، اللي هي اتوقع ان الغرض من الدراسة مالتك انت، فانت لازم تكتب ما لا يقل عن 4000 حرف بليز، العفو 1500 حرف اقل شيء، فانت عمليها يعني اذا شفت نفسك تعاجزت اكتب فد عبارتين او ثلاثه، فد جملتين او ثلاثه مرتبات انه شنو الغايه من الدراسه، وظل سويهم كوبي بيست لحد ما تصير 1500 حرف. اذر هنا جدا جدا مهمه، ميديكال انفو in case you consider it important to inform the university medical college، اذا عندك مشاكل صحيه هنا تذكرها. هنا شيء جدا مهم، if you have any additional requests or needs please describe them here، اذا عندك اطلب scholarship هنا، اطلب scholarship قول لهم I need a scholarship، مثلا قول له 25% وشرح له فد وضع معين يعني. هاي جدا مهمه اذكر بها تشيك ليست، تجي انت تشيك معلوماتك راح تقول له سبميت، خلاص انتهى التقديم مالتك ما في اي مشكله. وش عندنا قلنا لكم رابط اسفل الفيديو، بعد ماكو شيء، لا ماكو شيء. شكرا لمتابعتكم، تابعوا قناتنا على اليوتيوب ستدي ان تركي وصفحه الجامعات التركيه على الفيسبوك، رابط الصفحة أسفل الفيديو للمساعدة بالتقديم راسلة الصفحة. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله.